وعد ازدياد عدد السكان في المدينة وصولا ما يقارب 15,000 نسمة. قررنا نحن مجموعة من الأخوة المتطوعين والمتطوعات إنشاء مركز مورك الصحي، وذلك لغياب المنشآت الطبية في المدينة ومحيطها. افتتح المركز عبر عيادات الثلاث الداخلية والنسائية والأطفال، بالإضافة للإسعاف واللشمانية. يعمل المركز بشكل تطوعي على مدار 24 ساعة. المركز منذ افتتاحه وحتى الآن لا يتلقى الدعم من أي جهة كانت، مما يدق ناقوس الخطر بإيقاف عمل المركز كما استنفنا سابقا لغياب الدعم وشح الكبير في كافة أصناف الأدوية والأجهزة والتجهيزات، مما يزيد العبء علينا وعلى سكان المدينة هو بعد المنشآت الطبية عن المدينة، مما يزيد تكلفة النقل والأجور على الأخوة المواطنين. وعلى سبيل المثال أقرب مشفى جراحي يبعد عن المدينة ما يقارب 40 كيلومتر، وأقرب مركز صحي يبعد عن المدينة ما يقارب 15 كيلومتر. قل له هيك صار معنا.